مثال: نفرض أن الدخل الشخصي هو 3800 مليون ريال، يقوم الأفراد بدفع 100 مليون ضرائب على الدخل، ويقومون باستهلاك ما مقداره 2700 مليون، بينما يدخرون نحو 1000 مليون ريال. يمكن أن نوزع هذه الأرقام على الجدول التالي، فنجد أن الدخل الشخصي يساوي 3800 مليون، مطروحا منه الضرائب على دخول الأفراد 100 مليون، تكون النتيجة 3700 مليون. إذن الدخل الشخصي المتاح يساوي الدخل الشخصي مطروحا منه الضرائب على دخول الأفراد. هذا الدخل الشخصي المتاح يتم توزيعه على الإنفاق الاستهلاكي 2700 مليون، والجزء الآخر يذهب للإدخار 1000 مليون. وهكذا نجد أن الدخل الشخصي المتاح يساوي الإنفاق الاستهلاكي زائد الإدخار، أو الدخل الشخصي المتاح يساوي 2700 زائدا 1000 يساوي 3700 مليون ريال.